يا اهلا وسهلا. عايزه احكي لكم على حاجه من غير يعني تنبيط على حد ولا بنرمي على حد ولا لينا دعوه بحد، بس حاجه ما اعرفش انا حبيت اشارككم، يعني اشارككم بالحاجه اللي انا كنت بعملها دي، يعني ما اعرفش لعل وعسى تبقى باب لناس كتير ان هم يعملوا كده، وانا عارفه انه في ناس كتير قوي بيعملوا كده. وانا والعيال صغيرين كنا طول عمرنا يعني في الصيف بننزل نروح الساحل، ايام ما كان الساحل قبل مارينا، يعني كان يعني الناس ما زحفتش بعد مارينا غير من 5 6 سنين كده. فاحنا والاطفال صغيرين خالص، ولادي كان لازم طبعا انزل بمربية، لا يمكن اعرف اروح اصيف غير ومعايا مربيه، بقى ايدي في ايديها نحمي ونطلع وناكل ونغير ونشيل وهم نايمين. كانت ليله، وانا فاكره لما رحت مره لوحدي، كانت البنوته المربيه في اجازه في العيد، وطلعت مره انا وجوزي وايه اختي، طلعنا اسكندريه بال3 عيال، السفريه باظت من غير حد يعني ايده معانا، لانه لا سفرية بوظت. يعني ايه اللي هو العيل كان عندي لسه بيبي صغير، مختار كان لسه يعني صغير، وكان رأي ومحمد صغيرين خالص، يحطوا ايديهم في الطحينة واحنا في المطعم ويقوموا ملغمطين وشي، يرجعوا يناموا في العربية هما التلاتة، فنضطر احنا خارجين في مكان فنضطر جوزي يشيل عيل وانا اشيل عيل وآية تشيل عيل، وكان العيد وكانت الدنيا زحمة وكانوا بيزنوا. فالحقيقة يعني ايه، بقيت اقول لآية انا اسفة يا آية، انا اسفة ان انا قلت لك تيجي معايا، يعني لانه الموضوع كان تقيل شوية. طبعا المربيات بيبقوا محترفات جمال، ما نقدرش نستغنى عنهم، بيبقوا شاطرين جدا في قصة العيال، وانها تبقى لهلوبة كده تاخد بالها من العيال وتحمي بسرعة وتنظف بسرعة وكده، شغلتها هو يعني هي بتبقى شاطرة في شغلتها. ممكن واحدة تانية أنا خيبة حوسة يعني مش عارفة، وفي نفس الوقت هي نازلة، الهدف من النزولة بتاعتها هي نازلة تشتغل، أنا ببقى نازلة تفسح، فعشان كده يعني إيه الموضوع المهام بتختلف شوية. فهي بتبقى نازلة وعارفة إن هي رايحة نازلة شغل. أنا بقى لما كنا بننزل الساحل، أنا فكرة إنه هي نازلة تعمل شغل بس دي كانت بالنسبة لي يعني فكرة يعني غير رحيمة. هي من حقها تتبسط برضو، يعني احنا نازلين نتفسح، مش معقول هي تنزل تبقى شايفانا كلنا قاعدين بنتمتع بالهوا والبحر، وهي تفضل قاعدة في الحر في عز النقرة مستنية العيال بالفوط. فالحقيقة انه كانت اول حاجة بعملها اول ما انزل الساحل كنت احط الشنط، والله العظيم يعني دي ربنا يحاسبني على الشهاده دي، كنت احط الشنط في الشاليه وانزل اول حاجه اعملها انزل اشتري لها مايو مقفول طويل علشان تعرف تنزل الميه وتعرف تنزل البسين مع اولادي وتتبسط وايه وتهيص وتنزل البسين او تنزل البحر. وطبعا بما ان البحر كان موجه عالي جدا فكنا بنخاف على الولاد ينزلوا فيه، فكان عندنا حمامات السباحة، حمامات السباحة كبيرة جدا في القرى السياحية وكتير، فكان عندنا اوبشن ان احنا ننزلهم أأمن يعني في حمامات السباحة مش في البحر. وبالتالي كانت المربية وكانوا معظمهم يعني عندهم 17 سنة 18 سنة 19 سنة 20 سنة، في منهم معاهم دبلومات، في منهم كانوا بيجوا متخرجين من الجامعة، في ما نالوش قسط من التعليم. الحقيقة انه كان الجميع كنا بنعاملهم بنفس المعاملة، وهم كأنهم فرد من العيلة. بما اني سمحت لها يعني تخش بيتي وتبقى نايمة مع ولادي وتدخل وتشيلهم وتحضنهم وتحميهم، فانا مش هاجي في الحتة بتاعت حمام السباحة واقول لا دي ما تنزلش. طب ما هي قاعدة معانا في البيت وعايشة معانا وبقت فرد من ضمن الافراد، فالموضوع دي ما تنزلش ده انا ما عنديش الاوبشن ده. والحمد لله يعني انا عدى عليا اصناف واشكال وهم كتير جدا، اللي يعني عملت معاها غير كده تطلع تقول.
فالحقيقة انه كلهم كنا يعني بننزلهم المية في حمام السباحة. الاكتر من كده بقى حمام السباحة في القرية السياحية، الاكتر من كده بقى، واللي طبعا معظم الناس ابناء الطبقة يعني بتاعتنا ما بيعملوهوش، وهم يعني عندهم وجهة نظر في كده، وكل الاحترام لكل وجهات النظر يعني، بس انا الحقيقة بعمل يعني بعمل ما هو اكتر من كده. انا امي ربنا يبارك لها في صحتها يا رب، واخواتي يعني نقلنا من كذا سنة يعني في فيلا بجنينة كده لطيفة وفيها حمام سباحة. الحقيقة ان انا السيدة الفاضلة اللي يعني بتساعدنا وكده وبتشتغل معانا، من وقت للتاني بقول لها هاتي بنوتك ونلبسها مايو كده، وبنتها مثلا من دور بنتي 16 سنة حمام السباحة مقفول علينا، وهم عمرهم طبعا لا بيروحوا حمامات سباحة ولا بيسافروا يصيفوا ولا اي حاجة، فبقول لها يلا هاتي بنوتك يوم وتنزل مع بنتي حمام السباحة. والحقيقة ان احنا بنزلها عندنا في الفيلا عند امي، والبنت بتبقى مبسوطة واحنا كمان بنبقى مبسوطين. وانا يعني ايه بيقولك طلع زكا عن صحتك، طلع زكا، انا بحس انه ده الزكا بتاع حمام السباحة، انه يعني ربنا رزقنا وخلانا عملنا حمام سباحة، وماله من الناس تيجي تتبسط فيه، وماله اما اعزم، لانه ست زي الفل وبنتها زي الفل وناس نظيفة وزي الفل. ومش معنى ابدا انه انا ربنا خلقني انا المدام وهي السيدة اللي بتشتغل معايا يبقى يعني ادي لنفسي الحق انه لا يعني انا احسن او في افضلية، لا، والحقيقة انا كان ممكن انا اللي بقى بشتغل عندها وربنا يختارها هي انها تبقى هي المدام وانا اللي بقى بشتغل عندها، وبالتالي ما احبش ان حد يمارس معايا اي نوع من العنصرية او التعالي، او يعني احس ان انا محرومة من حاجة. طبعا احنا بنتكلم على الحاجات اللي يعني الممنوعات في بيوت كتير، وبالتالي تحتها لستة طويلة عريضة، ما فيش حاجة عندنا اسمها ممنوعات، سواء اكل، شرب، خروج، فسح، سينما، كلنا زي بعض وزي ما ولادي بيعملوا. طالما انا ارتضيت ودخلت بنت من دور ولادي معانا في البيت، يبقى زي اللي ولادي بيعملوه هعمله للبنت دي، حتى اللبس، حتى كل حاجة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.